بحيرة ساوة التي يطلق عليها اسم لؤلؤة الصحراء، الواقعة على بعد 25 كيلومترا غربي محافظة المثنى جنوب العراق. بحيرة فيها من الألغاز كثير، منها أسماكها الشفافة. ورغم أن البحيرة بلا منبع يغذيها، بقيت محافظة على منسوبها المائي منذ الآلاف السنين. ساوة من الأماكن والمعالم الحضارية والترفيهية المهمة في محافظة المثنى، كونها بحيرة طبيعية وتمثل متنفس يكاد يكون المتنفس الوحيد لأهالي محافظة المثنى. هناك آراء متضاربة على اسم البحيرة، وهو اسم مغل في القدم، وهناك ناس تشبهها أنه بحيرة موجودة في بلاد فارس أخذت الاسم من هذا الاسم. ساوة تمثل فد لغز من الألغاز العلمية اللي موجودة بالعالم يعني. الكائنات الحية الموجودة في البحيرة هي عبارة عن أسماك هلامية تذوب عند ملامسة الحرارة. عند تحليل مياه البحيرة تجد هناك نسبة أملاح صوديوم وكالسيوم مرتفعة جدا، وهذا ما يفسر إن عند حصول فتحة في جدار البحيرة أو محيطها الخارجي، فإن هذه الأملاح نتيجة للتبخر سوف تقوم ببناء كتل ملحية تحاول سد هذه الفتحة.